ciwaanka koowaad waxay noo bilaabi doonaa asheekha doctor axmed macalim daahir waa makaanatu liimaani fi lislaam makaanada iyo mansilada iimaanku uu ka joogo islaamka uu ka joogo raasamaal bini aadamka ilaahay ugu deeqo waxaa ugu muhiimsan iimaanka iimaankaasi marka raasamaalkaasi ilaalin buu inoogu baahan yahay booska iyo makaanada islaamka uu ka joogo dacfiga iyo nusqaanta ku dhacda natiijada iyo midhaha aynu ka helayno adduun iyo aakhiraba saasaa nadwadeennu ay isugu xidhan tahay insha allahu tacaala haddana waxaan soo dhoweynayaa sheekha doctor sheekh axmed macalim daahir falyatafadal mashkuuran ma'juuran إن الحمد لله نحمده ونستعينه ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار أما بعد أيها الإخوة نشكر الله على هذه الأمسية الجلسة وناكسن دور فائدة كجرته موضوع على هذا الله وأه موضوع مهم إيمانك واحد ينتقو وينه تزاورك إخوة ومارتي زيارات كذا أيضا الدين تأوحوين ما أنتم أركيسا آد يآد ما أنتم أركيسا أقوين إيوه فرقة ذكر إله الله فرقة خصيصا بين الصلاتين وأيضنا وحوينا أولا وحنك عور دارنا هنا موضوعا وموضوع آد يآد أقيم بضن حق إننا نفكر إنه هذا تقوى ذي إيمان كذي استعداد كذي إنه آد ياد سويري هاي مدى كلام موضوع علم هذا اللغة قيبي أيقوا كلام مقن وحد حكرت مركة الداخل إنه رعاه ماله أو مارتي أو شيخ سعودي ياري شيخ كل إنه قاتو تاسدي إذا عضو لقول العليانة وكل هذا القرآن كخير كل لقول العليان لب ملحن أنت أسك بعدي وحق الله أدعو شكر لنا حضورك وناكسن مارتي حافظ يأد يأد الله صاحلري أيذي وياهن أد ويراتي بمارتي حضورك محاضراتك علوم هذا أد لوجي ماله مركا أنتم إن شاء الله مشكورين مأجورين سيدبا ضدك حالها له هدي نافك سفي عن الله رقم الله صلاحه ننطبع في عن حنا بدنك كينا لكن ينطبع حنا حولها جوجين جوجين متقن وقفك ناساح حولها مارتي كل رباح لي هذا في كفير حلوة عانقاتان علم هذا لفتو إذا وين الدرر وين عانقاتان سماها ويقران هذه أركان ضد همم وعلمي ما أنت ماركي ساو ديارة علم هذا ويدرر يعني وحلا وحي علمي كجري ينشاد إيو حلقة وحتى وحي سوء لوبين إن يسوا حسوستان لكن هذه سنة شيء عرال إهلال دسمالة بادية وحاندي جرني أفرت ممكن بقول كأنا كآخر سما كأذك علم كسدات صبرت وحي آخر وحي شيء هذه أنا لقوي دينين دي عام بالله متهم وحب مارت أتفائدين اسمالهن مركا نشكر الإخوة مارت على حضورهم الطيب موضوع عن وقلنا إيمان كشأن لقي سؤال وين هي مكان دي سنة هذه أسر ريسا وأنا نعمة أقوين وإله سبحانه وتعالى قفك أقول نعمة وحل قصيو إيمانك أقوين مدحينا هذا النقطة الدنيا ودنا هذه القصيو
إلهي مارتي توحيدك يسي إيمانك إن لغسية كوين سواتو أخفك إيمانك أيوك كر نقضاء هدي أو إيمان لغوايانا ينحط إلى أسفل سافلين تتك وقل لي تحيوانك برمبرد أيوك اللي ذنيا إيمانك نقفك أعلى اللي ينبو قارسين يا الله وحليه سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إنسانك وحانك أبو غرني توصلان يقابك أبو وناكسن هلونا أسفل سافلين بقوا النقنية هدي أو إيمان لقواي ودي النار توحي أقول لي تحيوان إنو النقض يعرق إنو النقض تولينا يا لكن مؤمنين توالغا سو استثنوضو إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون كوا مؤمنين تاهي عمل وناكسن سميهي أجر أن قوئن يتطور كفي عن هذا الصورة دان الدنيا دا يكوها يستانا أيوغو صدر إلا بجر وشباب وندقوبينين ومسخول آذينين وندالينين صورة دا صورة سي تدويرنا أي مركة إيهيليان إيمان كارلقو مضانا قفك إيمان كارلقو مضان كرا مقاماتك أغو سرهي إيه درجاتك أغو سرهي إيه بشاراتك أغووي الدنيا دي كربو أغو كعيا آخرنا بشائر واوين إيه ميلو إيمان لأنتس أن لغو قاري كارين إيه لغو قاري الله وحليه سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى كو ولاق سمي إحسانك وحوي وإيمانك أسي كبعي أسي وينادي أيونا جزو ولاكسن بيلين إيه وزياد وحال القفة سريعة اقتداء الله سبحانه وتعالى ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة وحبار يدل يفعل حمق يا مدبوليسو أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إلى يحير سبحانه وتعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك والفوز العظيم مركز جندي يرضضي وكسي وين أي ليه مركز اللي من عيالنا وأدوية أي كبح عيال بشائر بيليه يشرف يسود وين يقيم الله بشعرينه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون كوي ربك أنا الله ألرهم أيو عابدي كنا توصل هذا إيمانك لوازمتي سي أحماشي سي أما عمل قلبي هذا أما عمل جواريح هذا مركي لمرمان تتنزل الملائكة ملائكة كسو دا دقي سعيق بشارين ملائكة الرحمة إليهن ألا تخافوها بقنينو لبعطو إذن كهرس مجرت ولا تحزنوا وحدكم مركتين مجرتو وقت إني واد كفا إذن ستينو إيمان إي عمل صالح أيات كسو قرس قرسين وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون جنة اللي إنكو يبوه جري من مالنتان يرين إلا وحان مقلين لا قفكي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب خالدون صمها قفكي وأدلالة وأدلالة هو اللي جنة المقل جثميها وآتنا وهرجوك تالي مركب بشارك وين ملعن روى الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة إلهي قيامة مرك أهل الجنة أي جنة قلان أي أولى واقع يا أهل الجنة وريار أهل الجنة فيقول لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك إلهي واكو أجيبني إجابة بعد إجابة خير أولاك عن تهدو كجيرا فيقول هل رضيتم الرال لمن نقتين مبسوط متهين فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب إلهي ومحان رال أن قويني وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك وحاد نصيدي وحاد عد كلب هذا الصين النصيصي فيقول وحلي ألا أعطيكم أفضل من ذلك وكبض المئذن سيا إنتان وكفل لبضان فيقول أي شيء أفضل من ذلك محاكبا جنة من كدرنا وحوال بحور عينتي وحكبا ضنبا
فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. رضا لا لدن كدل دجيو ولي إذن المحرون أيو وحديثك وسعوك يا الله قفل بو تصور وحيالا إيمانك الزيادة وانا إيمان دون تواحاكم هذا وحيالا النصوص تا انتا تصورت هنا شيء حقك لكت كورن بالوحاد خيال إيسا موقف كا الجنة ذو لح جوغ وهذا الكاسون كدول رعه انتي بفرحد يسرورك انتي اللي أكتر مركا إنا أسعينه سيان ماشا انت أقارنا هذا الكاس دوشي وكرنا على دوشي نكرره وحالي أكرت مساجد وان جوغنا إيه وقتي إلا إنه نو أقبل وحاك لو تصورتا ماشا هدي آت كم مقنت هاي نكي كم مقنا لا أبو كجر مالك لمجره لا ريب فيه فريق في الجنة تيش وفريق في السعير كم تكون الحسرة انتي بيش الله يتلا إيه لباتوض النقل نيسان ماشا هدي آت كم مقنت هاي ميل شر يرق يا أخيار سوقي مالين قف كي كم قرأ هذا فرح قليني قاب تاسك المرك أت كم قنته لقاه جيو لقاه ترسي لي جل البادية قف كم مركو رقة يا ما أنت ما أركي سوى حقق يبقى هذا واي لقاه ترس معنا ترى ذا المضر وحق ما أضل هذا ما في رقة مركو يكحن أقديره لكن ذلك الزمن كان جوا لقاه ترسي يلو ترسي من ما بكل يقانيم dadki ariska hagaagay noqday laakiin waagi hore qofki la yiraado waa laga tirsaday macna tirada kuma jirtid oo lagu ma xisaabinayo aad baa looga xanaaq ku jiray dhaqanka baadiyaha aad u fiican yahay sababtoo ah futuu iyo ragnimo ku jirtay hadiidka kale asagana waa hadiidka aragtida alla ku saabsan oo rawaa muslim wa ahmad wa ghayruhuma min hadith suhayb radiyallahu anhu anna rasuulullah sallallahu alayhi wasallam tala hadhihi al-aya للذين أحصلوا الحسنى والزيادة أيضا أخري كو ولا قسمي ولا زيادة إليه وقال وحولا إذا دخل أهل الجنة الجنة هدي قلنا وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة مركي لك على حروض إلا يكون جنة لو حري الله نقدر أهل الإيمان كا أهل الجنة الله واقية قفا أولا واقية إلهي قف عد أو صدري بحلي إن لكم موعدا يريد أن يجزكم إلهي يبوه وين أو إذن كرما أو أن ولهل أيال إذن أوفن يا مات فيقول وما هو محانا قمق ألم يثق الموازيننا ميزان كإن ميان رأس حسلين جنة أنا كسو قل ويبين وجوهنا وجيالك ميان رأى عدين ويدخل الجنة الجنة سو نمقلينه ويزحزحنا من النار نار تنسلو لقم بحال غريمان ايغو يا بن ايلين محاد هلي دون تن بل واحد الذين سو دون محيين فيكشف لهم الحجاب حجاب كي الله يا ايغا كلا حجاب يا ايا لو فيدنيا فينظرون اليه الله اركيان مركاسا وح الله وحي نعمه اي هيستين بل ير يرانيو فوالله ما اعطاهم الله شيئا احب اليه من النظر اليه wax alla wixii la siiyo dhan markii loo eego eegmada alle wax yar bay noqotay marka waxay ka jecel yihiin malahan walaa aqara liacyunihim mar aana u muxaadaraynaya raba dadka inaan xadiidkan mithaalkiisa aan ka bixiyo waxaan aquul lakum mithaal adigoo qariiba wax badan dadka ay ka maqnaa aabbaha hooyada walaalka xaaskaagii gabadhii odageedii eedee casho iyo cunto fiican lagu soo dhigo hurdo ay ku hayso telefoonaa kugu soo dhacay walaalka aabbaha ay raboorka jooga hadda haddaada ka gaarina waa ku dhaafaya macashada iyaad ku mashquulinaa xataa haddaa aroosa mise waa ka dhaqaaqaysaa aabbaha iyo qofka xabiibka ayaad qaabilaysaa waad qaabilaysaa maxaad u maraynaysaa tasawur min maalintaan dhalan ilaahan caabudayn ilaahan caabudayn allihii intaad aada caabudaysad markaad aragtid kayfa takuunu alfarxatu wasuruur soo ma wax weyn aad iyo aada u weyn waa إيمانكم لدرجاتك الزيادية إلهي وحلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إيه وحي الله كتسنى إيمانك ماذا مكان ديسا إن عمل لأقبل وسنجر الإيمان للسعر أي عمل حتى لا إله إلا الله محمد رسول الله ترى هذا أو إيمان قلبي وسل للسعر يتصديق رومين ما لا أقبل صلاة لما أقبلها صلاة لما أقبلها وح لما أقبلها قفك أسوان إيمان وذا المجر
إلهي وحيله سبحانه وتعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. كوا كفر يجدك إلهي كجيدي عمل كودي والرمييي إلهي ورمييي مقرت. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد هو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. كواسل الذنب يقول الله لا في حال كذا ولا ونجي إلهي وحير قال هذا وحد أركيسا حمل يسمينا يا المساكين وقرقان وحب يسمينا يا عربتي يوكل حجاجتا وقوذنا إلى حجاجتا ورابينا بدون إيمان. قال الله أرثي هيئات إغاثات وحبيل إليه وحدونك وألغياء وإنا يحكونا لكن آخر حجرانه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورا. عمل كوذي لما وحلق لي إبر سبب توامحي إيمانك هاي لها ملها. بل قفك دو إسلامك ويراد لا إله إلا الله أسوى مارت إسكو إلى علينا يؤن إيمان لسعن دوا منافق وحلق أقبل يا المار تامرك وحكسس مكان إيمانك وجوه إني تهي وحواد ويموا مكان دي سمرك وحاك تسونا سعكرة إنه طمأنينة أوليه نلشان بس إذا وحق قيمة كل هذا هاي وإيمانك إيمان هدي أسجرين إسكنا في آخر أنت لجارين الدنيا ده نوقفك والي يهوس يمارت استقرار الآن وكو قال ما له والبقية وحولك الرجس انتحاري وإسدلي سوسيت كسكو سمعيني قفك مؤمن كان لغياب أسقو قاجوذي أيو مارت مطمئن يهو إلهي سبحانه وتعالى ورالك يهي وكفر حسن يهي إلهي ككل سون يهي سيدو يري ألا بذكر الذين آمنوا وتطمئن القلوب بذكر الله كو مؤمنين تا وكو وهلونين يهو ومؤمنين تا اي ذكر إلهي كحصيل يسو ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إيمانك وحيالها مكان ديسي وناقس وحاكم ذا قلبك هدي أوقفك أوكسبنا هذا أو إيمانك أو هلو إنو حلاو يمعان إيا بشاشو إيا فرحد أوليه وح الله وحي أعماشها وجهاتك ولبضيه إنو نفتي صهر إنو سهلنا عليا أو دينت إيا تكاليفت أوامرت فلتانك إيا نواهيدك وحلب إيسكوهين ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان وكان حلاو أوليه. هرق المركو ويدي أبو سفيان أنتو قالك أها وحور النبي إنه ورسن إن كتبتي هرية قانو أها وحور إن كان هل يرتد مقرت أحد أو من أتباعه كميذة مردوبة يا مارت سخطة للدين بعد أن يدخل فيه أسوق الدين تسوح عروني أبو سفيان وحوري ميونا. فكذلك الإيمان إذا خالط بشارة القلوب مركو قلبك ودحق قاله تبو معان سنة يا مرك الدين تمكن نقول أيه جهادك وجهادك والنف يمال وقول إيه بيو بيلعب أيه وليها صحابة رضي الله عنه. وذكت الحديث أنس بن مالك مركو ورني أذيرك أنس بن النضر انتو كم قناذي بدر أيو عيل فرائس لقوست تحلي يا رسول الله وكام قنابه ودهي موقف كيو هرئ. لكن هدي إلهي معلوم والبدقال كالأو يمادو ولا إلهي وحن سمعي وأرك الدونة وحد مركي لعظو مسلمين تأي حقا أي جبين أي عيل سلقو قوسو وحول له إله مسلمين تأي وحي سمعينا رسولك إني كبقضان بريبانكا قال ذا الوحي سمعينا يانا بريبانكا كل يسو قال دي سوء آذي سعد المعاذ كهور مذو حوري إني لأجدو ريح الجنة دون أحد جنة دي ما يقص وعرف واحد سكديس هل كيف أقول وحاله اللي أصبه أنت صو سيف يكوت علىه أنت لا قوة يفره سوى ولا شيء سيأقوت. والآن سبحان الله لين اللي يكسو دكتي قوله تعالى رجال صدقوا ما عهد الله عليه محاسه لي نفج عيل يراح جعيل إنه نفتي سأوه رجنة صو عرفت محاسه لي إيمانك مركي أمانت مركي سحوه جيس مدك القفك وحو دريميا دو إيمانك أو هلو داد وحو ملايلا يعني هدى أن إيمانك دو يريه مركي عبادة سنة إلا إني وحو قبانا يعني أرئ الرعيان إرسول كيس
وحلقاب إنه إيمانك إلهي كقل سيدي أعرابتي أوكل إلهي نحوير يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامك حيقول الذي سن إسلامنا بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان هذا إله دو إيمان كسي إلهي بأمال كولا ولذلك صحابة سيوفا من حد على أنصار رضي الله عنهم مركي أحد حنين حولي لقيبي أيو نبي حولي عليه الصلاة والسلام ألفة القلوب سي وحيجنا ذا أن لقيا إسلامك أصول لبطول كان الله سينيا وركيا سوقاري واشتري مساسة ترى هذا وحنا أخيارتنا بلينا عوامتها ترى تذكر حوجا إسكا وحما جرتك وحوي نرجع أمال شكتو ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به ورياره أذنكم بعد يسون صو إنتان الذين إليهم كانوا لي وكنتم متفرقين فألفكم الله به أذنكم كلا تكسر أو سيخسر دجان دجان إسكليجا سو إلهي سمك يدومين سوما وكنتم عالة فأغناكم الله بي مركاسو وحير هدارتان وحدي لها اللي يقول لك سوء ريان كنو ذو كوكر قار مايا مايا لها مربو لك حير هذا الله ورسوله أمن إلهي تري إلهي رسول كيس أياه قلبت نقوله على كل حال هدي انت سقيمة إسلامك هذا الله إيمانك علمته وحيكو تعرفيان لقهان وقتي وقال ما الرواهي وحيكو تعرفيان إنه لقاهان تصديقه وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين سيدي ولا ليه يسوع يا أبوتك إلى ذين وحنكوش يقول ما بنا قرر ميسنة سيدي لها لكن حق شرعي سيد أهل السنة أي قبطه إما أهل السنة اللي قسوا قوري سفيان الثوري أوزاعي مالك بخاري شافعي اللي قسوا قوري وحي قبال إنه يهي اعتقاد بالقلب أه مجرتي أي واسو قبي قبي إيوه أفكا أو ما أنت معركة إنسان نطق على لسانك هي عملك جوارح هي طاعاتك هي منهياتك وحي علماء أي كلو أي كهلان إيمانكم مزيادة مسوى نسقامة أهل السنة وحلين ونسقامة والزيادة ولا نسقامة طاعاتك كزيادة يتفكرك تعالوا نساعة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات مركي يكون فكران حكمة إلهي وأبور وحي أركيان ربنا ما خلقت هذا باطل إله كون كان عيار وما أبورين إن أدتك الجزيزة وأبورتين فقنا عذاب النار مسؤولة نهي إن أنكو أضيعنا أو إيمانك لوازمتي سإنتان لن يمانو جنة لي أنكو مضر النار وغحر إلهنا وافج إيمانك الواكر بذي هايو دي إيمانك أبو بكر وصديق إيمان يارك لميد مأها متكلمين تحوقات دي دو حيلا إيمانك مزيادة أعماشهم بزياد إمام النووي إماذا وادي ذين يحافظ الحجر وحيلا ذين أذي لفت على واحد سكد ليه بحالات يقين تاضي إيمانك وآد يا أسر يو حالة ضعيف فيها علماء وحكى له إيه كهذا الآن إيمانك إسلامك ما حافرق الأولى حي هرت إيمانك إسلامك إحسانك أنت للدين الأسكير هذا ومقامات إحسانك أسر يو مركو إيمانك سيكم عم إحسان قاري إيمانك والدرجة لإسلامك وغهر يو معنى قفكم مركو إسلامه إسلام ماذا وإلى إيمان الله سبحانه بيرا له مركو كوب عض إيمان مؤمن النقلية مركو سيك عض محسن النقلية والدرجات كوسرية إيمانك إسلامك حين أن هدي مال القوة الشيء قص إذا حديث جبريل إسلام كان أعماش الظاهر كهلو للجيدة شهادتين كي صلاة يسون كأكل إيمان كان أعماش بعض إن كان إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله لكن مد بهدي يقولي للشيء وكان كلا وأسوه قليا إيمان كان قدوينه إيمان كإسلام كورن بسوه قليا شهادتين كأعماشة كلا سببته وفد عبد القيس مركي إيرانين الله دردارا وحقو دردارا أن تؤمنوا بالله أفرع لنفرية إيمانك متقال إيمانك مركز توحيد كي صلاة يصون كي أشياء علماء وحي كلاو كهدلان قفكو هدي او واجب او كتغو اما ما انت ما اركيسا او كبيرو او كرو
لما قال يسينيو إيمان بوحنا لما سينيو الإيمان المطلق لما سينيو وحوية لكن مطلق الإيمان لما سينيو لكن مقعي إسلامك ما أنت معركي سواء وطاع سوماهن إيمانك حنكسو قبيننا أساس وحاوة الصدق والإخلاص رم إخلاص نفاق على أساس وحاوة كذب يستسس يرياء يسمع إلهي وحور يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إلهي كبقى وصادقين من نقضة وحكت عيد وحكت سودرتي قصدي كعب بن مالك تدكي متخلفين تا وحي إلهي توبض وأقبل إهد إنه النبي قرون شاقي إلهي رسولك سأرون شاقي حديث كنواكي أها وكسو قبل قبل إنا مسلم البخاري من حديث ابن مسعود إن الصدق يهدي إلى البر صدق وحواي وحوى البور رونك الشيك لا إله إلا رونك الشيك دين ترونك الشيك ربها كان نقطة يهدي إلى البر بارنوه الوجيه إن وناقنا آسم يسو حميدة كفقات وإن البر يهدي إلى الجنة برقنا الجنة وهلو ليا وإن الرجل ننك لا يصدق رنبو شيك يا حتى يكتب عند الله صديق إلى الله قرر رنبضنه مد ما أنتم أركيسا وإن الكذب يهدي إلى الفجور بينتنا فاجر نمو إيو معاسبه قامسا وإن الفجور يهدي إلى النار فجور كل النار وهلونيا وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا قفك وابينه شيغيا دينته كبين شيغيا قول هدوير هذا فعل كيسا بيني إلى كذاب الأقر مركز شيخ الإسلام حير هذا قفك مؤمنك يا منافق الله بدأ وحي شيغانا يندين لكن مؤمنك قول كيسي فعل كيسا إسر رمينه مركز إلهي أبا المري منافق رواس بيني مركز إلهي هو امتحاننا وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا محاد جهادك وحيالة تكاليفك محلو جديني مؤمنك يا منافق إن لك لساره وعلم هذا وقت قد محققاتنا أم لينا عفوا وصلى الله على محمد وعلى الصلاة والسلام.